بتخريج كوكبة جديدة من طالبات مدرستنا الغاليات، وقد ارتأينا أن نسميه فوج القمة، سعياً منا للوصول إلى غاياتنا وأهدافنا السامية وتحقيق أعلى الدرجات، بعد أن بذلنا جهوداً كبيرة وعملنا كخلية نحل في كل المجالات بهدف غرس القيم وتعزيز الإنجازات وتذليل العقبات. نأخذ بيد الجميع للوصول إلى أفضل الحالات، لنساهم بخلق جيل واعٍ متسلح بالعلم يزينه حسن الأدب والخلق، لنسهم في رفد مجتمعنا الفلسطيني بالكوادر البشرية المؤهلة القادرة على تحمل المسؤولية وتسلم زمام الأمور في كافة مناحي الحياة مستقبلاً. التربية والتعليم وما هي إلا أسابيع معدودة تفصلنا عن امتحان الإنجاز، ويعلم الله أني ومعلماتي كنا عملنا كخلية نحل وبذلنا أقصى جهودنا للوصول بكنا إلى هذه المرحلة. الأباء والأمهات الكرام، نعلم أنكم حريصون على فلذات أكبادكم، فكنتم معنا خطوة بخطوة من بداية العام الدراسي إلى نهايته تعلم المدرسي، ليبدأن مرحلة جديدة من حياتهن بالالتحاق بالجامعات أسماء وطننا الغالي بما نحققه من درجات علمية ونتائج مشرفة، فليس لنا إلا العلم نرتقي به. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الحضور الكرام، اسمحوا لي أن أعرج قليلا على بعض إنجازات مدرستنا لهذا العام. اسمحوا لي أن أهنئ الخريجات مرة أخرى وأولي من فرع الريادة والأعمال. المدرسة التي أحاطتني وزميلاتي بالرعاية والاهتمام منذ صفوفنا الأولى، حيث العلم الغزير والأدب الجم ثم المتابعة والتحفيز إلى أن تصل الطالبة الصف الثاني عشر، فللمديرة الداعمة كل الشكر والتقدير وللمعلمات المتفانيات مثل ذلك. إن مديرة كتلك التي تجلس بينكم لا يمكن أن يخيب الله رجاءها، وقد سرنا أنها اختارت لهذا الفوج اسم القمة، وسنكون بإذن الله عند حسن ظنها بنا يوم النتائج، يوم لا ينفع كسل ولا خمول إلا من ملأ وقته بالجهد والعمل الدؤوب. في ذلك اليوم سيثمر الجهد، سنغادر القيعان، وسنعتلي القمم بإذن الله، وستبقى الأنظار في كل عام مشدودة بشغف نحو هذا الصرح العلمي النابض بالحياة. أجل، هذا الصرح الذي يعمل كل من فيه دون أن يكل أو يمل. مرحلة الثانوية العامة، ونثمن حرصكم على أن تكون محافظة بيت لحم محافظة رائدة على المستويين العلمي والأنشطة، ولقد حققتم نجاحات باهرة على هذين المستويين. نبارك جهودكم ومزيدا من التقدم إن شاء الله. الحب والحنان وقدموا لنا أغلى ما عندهم، فلنتعاهد جميعا أن نكون لهم بارين، نسعدهم بنجاحنا ونهديهم يوم النتائج فرحة يفاخرون بها الجيران والأصحاب.
ونحثكم على بذل المزيد، فنحن بلا تعليم لا شيء. وندعو الله أخيرا أن يرحم شهداءنا ويفك أسر معتقلينا وينزع الفتن والشرور من بين ظهرانينا. اللهم انصر الأقصى وفلسطين، ومن علينا بدولة نعيش فيها بعزة وكرامة، متحابين متآخين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله. ولا كذب يغذينا، وما نحن سوى عقد، وما نحن سوى عقد، وإن شئت أساطينا، وما نحن سوى عقد، وإن شئت أساطينا. من السلوى إلى الخضرى، من السلوى إلى الخضرى، وأشواق ونسرينا، من السلوى إلى الخضرى، وأشواق ونسرينا، ومن أسمى إلى أمل، ومن أسمى إلى أمل، وروزيت وشيرينا. وإن ضاق بنا أمر فما أحلى تصافينا، وإن يوما تجافينا، وإن يوما تجافينا، فما أسرع تلاقينا. وهذه الأم تحرسنا بعينيها وترقينا، إلى الإلهام تدعونا. يسعدني ويشرفني دوما أن ألتقي بهذه الكوكبة الجميلة في حفل تخريج الفوج 29 من بنات دقوع الثانوية. هذه المدرسة التي سطرت لنفسها بحروف من ذهب، وهو عمل متكامل متراكم عاما بعد عام. فالفضل لكن أولا بنات الطالبات على إصراركن على أن يكون لمدرسة بنات دقوع الثانوية هذا التميز، والفضل أيضا لمديرة المدرسة الأخت ياما بن فرح على جهودها المتواصلة خلال العام، وللمعلمات التي أكن لكن كل الاحترام والتقدير. فنحن في البلدية نتابع ونرى عن قرب تعبكن لطالباتنا في كل عام، ولأهلها ولأولياء الأمور في هذه البلدة بإنجازاتها، وتبدع أيضا مؤسساتنا على مستوى المحافظة والوطن. واستكمالا لك بنتي عريفة الحفل، أسأل الله عز وجل أن نلتقي مرة أخرى بعد امتحانات الثانوية العامة. لكم ورحمة الله وبركاته. بهذا التميز إن كان في التحضير أو في وجود بنات الخريجات التي أتمنى لهن النجاح جميعا. وأنا دائما أقول علي واجب في كل مناسبة في تخريج هذه المدرسة الرائعة أن يكون لنا دور بسيط جدا، وهو أقل ما نقوله في كل عام. وسيكون هذه الكلمة إن شاء الله بالمنح التي تعودنا عليها في كل عام عندما نأتي في التخريج الثانوية العامة إن شاء الله. نأمل أن نلتقي بكم في مناسبة ثانية، ونحن أكثر تميزاً وإبداعاً بهذه المدرسة الرائعة العظيمة ومعلماتها وبناتها جميعاً. وأبارك لكنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين نجد أن بلدة تغلق أبوابها لتحضر هذا المهرجان، هذا يعني أن هذه البلدة وبكل شخوصها وشيوخها وشبابها
وسيداتها حاضنات للتعليم وللعلم ومشجعات له. ليس غريباً أن تكون هذه المدرسة في القمة وفيها مديرة بخبرة السيدة هيام أبو مفرح. ليس غريباً أن تبقى هذه المدرسة في القمة وفيها هؤلاء المعلمات المميزات اللواتي أثبتن على سنوات طويلة أنهن على قدر وعلى قدر من المسؤولية وعلى درجة عالية من الكفاءة والمهارة أسوة بباقي زملائنا المعلمين الفلسطينيين. جميعنا في التربية والتعليم ننحاز لجانب القيادة ونقول رواتب عائلات الأسرى وعائلات الشهداء أهم من رواتبنا، وسنبقى داعمين لشهداء الأسرى. ننتظر كما العام الماضي وأعلى. اللي بيبقى في القمة أو بيصل القمة ممكن يصل، لكن الأصعب أنه يحافظ عليها، لكن إحنا واثقين أنه الحفاظ عليها سهل أصبح في مدرسة بنات الكوع الثانوية 100%، وفي الفرع الأدبي 94%، وهي نتيجة مميزة بين مدارسنا كلها. وكان عندنا أيضاً 4 طالبات من 10 الأوائل على مستوى محافظة بيت لحم. نأمل السنة، والمديرة بشرتني أنه إن شاء الله راح يكون في 2 من 10 الأوائل على مستوى الوطن. حارث، نحن معك حتى النهاية، وإن شاء الله أنه تبقى المدرسة في مكانها وإلى الأمام دائما. مرة أخرى شكرا لحضوركم، ودائما نلتقي على الخير بإذن الله، والسلام عليكم. فلسطيني فلسطيني رافع للسامة جبيني. هذا هو مستقبل الشعب الفلسطيني، فالتحية لكنا يا صبايا تقوع، صبايا فلسطين، في هذا اليوم المميز، وأنتن تقتحمن المستقبل من أجل الحفاظ على كل هذه الأمانات التي أورثونا إياها الشهداء والأسرى والجرحى. وللمعلمين والمعلمات ولأسرة التربية والتعليم التهاني والتبريكات باسمي فخامة السيد الرئيس، رئيس دولة فلسطين، الذي يهديكم جميعا تحياته ومباركته، ويؤكد لكم جميعا بأن فلسطين والقدس ستبقى الأمانة التي يحافظ عليها والقيادة الفلسطينية حتى تحقيق النصر بإقامة الدولة وعاصمتها القدس. هذا هو عهد الشهداء. وأنا اليوم أقف أمامكم أعتز بكم أيها الأهل، أعتز بهذه المدرسة وبإنجازاتها، أعتز بكل طفل ورجل وشيخ وامرأة في قرية تقوع، لأنكم تمثلون في هذه المرحلة المجد والعنفوان والمواجهة الحقيقية في مواجهة الاحتلال والاستيطان. فالتحية لكم جميعا، وأنتم تبنون المستقبل لهذا الشعب الكبير العظيم. جميع الإخوة والأخوات المعلمين والمعلمات، مدير التربية، طاقمها، مديرة المدرسة، وكل أسرة التربية والتعليم، هذه هي وزارة الدفاع الفلسطينية التي من خلالها سوف نبني المجد الفلسطيني، وسوف تقام الدولة، وسوف يندحر هذا الاحتلال. هذا هو استثمار الشعب الفلسطيني الحقيقي. كما أود أن أقدم شكري واعتزازي برئيس وأعضاء المجلس البلدي وبشيوخ هذه البلدة، هذه المدينة، رجالها، مناضليها الذين أعرفهم وأعرف مواقفهم على الدوام في خدمة شعبنا، في دائما وأبدا في التقدم نحو المستقبل بخطوات واثقة ومطمئنة نحو النصر. أمين سر الإقليم وأعضاء لجنة الإقليم، وأمين سر المنطقة وأعضاء لجنة المنطقة وبكل تفرعاتها، لاحتضانهم العملية التعليمية ولوقوفهم إلى جانب أبنائي وأبناتنا الطلبة. وأدعو بقية الفصائل لكي يحذو حذو الحركة حتى نستطيع أن نبني أسس الدولة الفلسطينية. أقدم شكري
كذلك وتحياتي لكل ممثلي المؤسسات في المجالس المشتركة والبلديات والأيادي المحلية والمجلس الأعلى، لشيوخ هذه البلدة، لرجالها، لكل الصامدين والصامدات على أرضها، ولطاقم محافظة بيت لحم بمدرائها العامين ومستشاريها الذين يجولون معي في كل أجزاء هذه المحافظة. نحن أقوياء ويجب أن نخوض هذه التجربة وننجح، ويجب أن نحقق هذا الشعار، شعار القمة. لا تنسوا هذا الشعار الذي ورطتم أنفسكم به، يجب أن نحافظ عليه ويجب أن نحققه، ويجب أن نثبت للجميع بأن هذا الشعب الفلسطيني وجد لينتصر وليقيم الدولة نحو المستقبل. ألف مبروك لكم جميعا، ومن نصر إلى نصر، والسلام عليكم.